السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نديرو شوية باتيناج، تشوفوا كيفاش كنخدمو باتيناج. كنضربو اي بلاصة صغيرة، منطقة منطقة، باش ما يغلبش علينا هاد الكحل. وحتى الكحلة كنديروها شوية خفيفة، ما كنديروهاش ثقيلة. اخوان، الثمن بحال مثلا بنادم اللي يبغي يشري هذوك الطوابل ديال الشيشه اللي كيتباعوا في الدار البيضاء، هذوك اللي دايرين 2000 درهم تاع الشيشه، 2200 درهم، 1500 درهم، وبغيت دي هاد السباغ، السباغه بروميان، والا بغيت دير شي حاجه مزيانه وشي سباغه مزيانه، الثمن ديالها كيوصل لك ما بين 700 درهم، يعني بالسلعه بالخدمه 700 درهم حتى 1000 درهم. حتى الا كان اللي تدخل فيها شي كاليتي بحال لا بريفيلار ولا فوندو، ولا اللي تدخل فيها شي كاليتي ديال الصباغه مجهده، تقدر توصل لك حتى 1500 درهم الطبله ديال الشيشه. الاخوه، انا عطيتكم غير باش تكونوا عارفين الثمن. اما الثمن ديال السواقي العادي بحال مثلا يديروا لها شويه ديال الماستيك والسورفاسور، شويه صباغه وفيرني سانتيتيك، هادوك يعيا 400 درهم، 350 درهم، 300 درهم، فهمتوا؟ لان هذاك غادي يخلي لك الديفوات، يعني غادي يضرب ويفوت. بحال مثلا هذه، مثلا انا بالطريقه اللي راني ماشي بها هذه، تشوفوا الفيديوهات كنشرح لكم كيفاش كندير. انا راني كندير الفيرني وندير الكحله ونولي ندير الفيرني، كنقبضهم قول 1000 درهم، 1000 درهم تقريبا اللي كتبقى لي فيها، يعني السلعه كتدي لي ديك الجوايه ديال 400 درهم، 450 درهم، وعاوتاني كتعطي للخدام اللي كيخدم معاك، كترمي له ديك 200 درهم هكذا، وكتبقى لك واحد 300 درهم في الطبله. يعني هي البركه، راه هي الناس راه 1000 درهم تسبخها ب 1000 درهم، تبقى لك هي البركه. هو راه معاك الخدام، عاوتاني حتى هو خصو عاوتاني كيدير له المحل وزيد لها الضو، يعني راه كاين. الصندريه كنقبضوها ب 450 درهم ثمن، يعني نتاع الخدمه المزيانه. اما ثمن عادي، يعني تبقى ترقحها وكذا، يعني يتبينها الزينه وفيها البريوي هذا الدوزيام وكذا، تقدر تقبضها بهذيك 250 درهم، 300 درهم، ولكن راك ما غاديش تاكل فيها شي خبز، خصك تكون رابيض، خصك عندك السيمانه، خصك تكون خرج داك الصالون. انا الصالون الاخوان راه كنجي فيه قبل ما جوج سيمانات ثلاثه باش كنكمل الصالون. راه عندي واحد الصالون ديال الورده، راه غادي نصور لكم تشوفوا، اجبت فيه شي قريب شهر وشي 10 ايام ولا 15 يوم خدمه، ولكن راه صالون. من يقولوا صالون، الصالون ديال بالسرايا، الطبله كنقبضوها باش نصبغوها شي 1800 درهم باش كنصبغوها، راه ماشي بحال هادي، هادي راه 1000 درهم راه شويه وصافي، هادي كتوصل بعض المرات حتى 2000 درهم اللي كتوصل ديك الطبله هادي. والثمن ديال السداري نتاع الاس ولا البومبي، نهضر لكم ديال الكارونت، هادوك المزيان بحال هادوك اللي كنخدموهم انا، هادوك كنصبغوهم من 100 درهم حتى ل 150 درهم، من 100 درهم حتى ل 150 درهم السلعه ديالك. المهم عندك الصندريه، وعندك التكايه، وعندك الصندوق ديال الفرماجه، عندهم ثمن واحد، هادوك عندهم
عندهم ثمن الذكي هادو السداده وكذا اللي عندهم ثمن شويه داير عندهم بوحي. راني نقول لكم لان بعض الناس شوف هو راه احسن حاجه انك تخدم عند النجار وتمشي عند السباك تفاهم معاه انت منك ليه. يا بعد اصلا النجار كيتهنى كتعطي له رزقه وكيخدم خدمته وكيتهنى وانت داك الفيرنيسور راهو هاد الاثمنه اللي نقول لكم راه ديال السوق. اما انت الا مثلا هادي كتخدم ب 1000 درهم وتقول له غادي نزيدك واحد في الصالون كامل نزيدك واحد 600 درهم في داك الصالون اللي راه عندك هو شديك 600 درهم اكي خلق لك واحد الفرق كبير في الصالون ديالك لا من ناحيه ديال لان راه بعض المرات غير 5 درهم في السلعه كتقدر تغيرك بكثرت هادي تزيد فيها 5 درهم داخل ولكن انت بي كتعطيه ديك 600 درهم راه هو كيقلع بها بيبان كبار اللي انت ما عارفهمش. اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتمنى انكم ما تخيبوناش ديروا لنا جيم بارطاج وان شاء الله باش تهد المعلومات والاثمنه يوصل للجماعه. رانا كنقول لكم علاش كنقول لكم الاثمنه ماشي كندلوها ولا كنخليو ما نبغيوش الناس انها تفرع في الاثمنه وكذا لان حنا كنديو بركه قليله وانا اللي كيقول لك راك كتدي وما كتديوش راك كتدي وش راك كتدي واش نو كتدي تماره تماره. الا بغيتو هاد الصالونات ديال المعقول انهم يزيدوا لقدام راه خصكم تشجعوا الخدمه ديال اليد. اما الا بغيتو السواق غادي نطلقوا هاد السواقي وتجيب الفلوس وخلي ديك الصنعه كاع مكرفصه اي شنعه بلا شبعه. راه شحال بواحد مشاد داك نتاع السواقي شي ضاع له شي دبي كيشوف بجهو يبان له شي حاجه ما كايناش كاع. اخوان ما نطولش عليكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.